تأذن لي بمداخلة من حمص يا شيخ؟ تفضل. أم محمد من أهالي حمص، تفضلي. تفضلي يا أم محمد. يلا. الشيخ عدنان يسمعك الآن، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ لك يا أختي يا حبيبي. شو هذا اللي عم يصير يا شيخنا؟ يا شيخنا المهبول. يبدو ما نريد نتكلم. اذا اللي ناخذ احد مراسلينا يا شيخ عدنان. يا ريتك جبت المراسل اثناء كلامي حتى تقطعه، لانه ما استطيع اقول كل ما في قلبي وكل ما اعلم، فاذا شفتني احرجت فورا قول في مراسل. طيب يعني خذ قاعده. اذا انا الغلطان يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بالمداخل او بالمراسل، مراسل البرنامج ابو الطيب، وهو مراسل البرنامج من الجزيره. حياك الله يا شيخنا المحبوب. ايش هذا يا شباب؟ هذه شوفوا الخبث، وانتبهوا لكلامنا انتم في غرفه التحكم وكونوا فطناء. العرض يا شيخ يلا. يعني كثره العاهرات اللي حول هناك